احمد فتحي ومحمد صلاح. طول عمري انا لعبت كره قدم وغيري وغيري ونجوم كتيره لعبوا كره قدم خلال الفتره، وهسال برضو السؤال ده لنجومنا الكبار. طول عمرنا عارفين ان من حق ان من المفترض ان يكون كابتن المنتخب الوطني هو اقدم لاعب موجود مع المنتخب. ده شيء متعارف عليه وشيء احنا وارثينه من زمان جدا، مش احنا كاهلي، كل الناس متوارثه هذا الموضوع ان اقدم لاعب بيبقى هو كابتن الفريق مهما كانت نجوميه بقيه اللاعبين، ولكن يظل هذا المكان احترام. واحد زي احمد فتحي اعتقد 130 140 مباراه دوليه، بقى له 10 15 سنه موجود مع المنتخب الوطني بصفة مستمرة، بعض الأمور بتبقى، بعض الأوقات بيبقى بره وبعض الأوقات بيرجع تاني. هيجي الدور على محمد صلاح، هيجي الدور على محمد صلاح. هي دي كرة القدم، هو ده الاحترام اللي احنا عايزين نشوفه في كرة القدم. ما يبقاش محمد صلاح، وأنا آسف أنا بحب محمد صلاح جدا، أنا من أكتر الناس اللي بتحب محمد صلاح، واللي عايز يقول أي حاجة تانية يقولها، ولكن في نفس الوقت، وبحب أحمد فتحي جدا طبعا، ولكن في نفس الوقت الأقدمية هي اللي دايما عارفينها ومتعارف عليها خلال الفترة اللي فاتت. واحد زي أحمد فتحي بقاله فترة طويلة جدا بيلعب مع المنتخب الوطني، يجي مستني اليوم اللي يلبس فيه شارة بلده. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقدر تاريخ اللعيبة دي. وانا لو من أحمد فتحي لن أتنازل عن شارة المنتخب، لو انا مكان أحمد فتحي لن أتنازل عن شارة المنتخب لأي حد، إلا إذا كان هناك من هو أقدم مني من حقه. لكن أنا مش هتنازل، أنا شخصيا كإسلام مش هتنازل. هل من الممكن إن احنا نرى مثلا إن محمد صلاح يروح للكابتن حسام البدري ويروح للكابتن محمد بركات ويقول لهم يا جماعة أحمد فتحي الأقدم هو اللي من حقه يبقى كابتن المنتخب؟ أنا متخيل إن ده اللي هيحصل. أنا شايف إن ده اللي هيحصل. وفي النهايه كابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات لو مطلق الحريه في الاختيارات وكل شيء، ولكن هم بيغيروا حاجه، يعني مش عارف اقولها ازاي، ولكن هي حاجه موجوده من ساعه ما كره القدم بدات وحتى الان في مصر. ماليش دعوه، ما حدش يقول لي بره مصر، انا بتكلم في جوه مصر. فاللي عايز اقوله ان احمد فتحي تاريخه كبير واسم كبير، وبقاله 10 12 سنه بيلعب مع المنتخب الوطني، 2006 موجود، 2008 موجود، 2010 موجود، كل حاجه الحقيقه. كابتن احمد فتحي مع منتخبنا الوطني، لو قلت منتخب مصر لازم تقول اسم احمد فتحي. فمهم جدا جدا الموضوع ده. انا شخصيا شايف ان احمد فتحي هو من المفترض ان يكون هو كابتن منتخب مصر بدون أي كلام، بدون أي كلام. لو على فكرة مين من الزمالك، بس عشان ما حدش يزايد، أي حد من لعيبة نادي الزمالك كان هو الأقدم كنت هطلع أقول نفس هذا الكلام. كنت هطلع أقول إن هو يستحق أن يكون، لأن الأقدمية دي يا جماعة مهمة جدا. الاحترام يجب أن يظل متواجدا دائما، خصوصا في كرة القدم، خصوصا في كرة القدم. هل أنا أقدر أشوف كابتن عادل طعيمه مثلا واقول له ازيك يا عادل مثلا؟ يعني اشوف كابتن ابراهيم اقول له يا كابتن؟ ما ينفعش، ده ما يصحش في كرة القدم والاحترام والادب والاخلاق اللي احنا متعلمينها في مصر، في مصر بلدنا، ما ينفعش نقول هذا الكلام. فانا من وجهة نظري ان انا لا، احمد فتحي يستحق ان يكون كابتن منتخب مصر. مش يستحق، هو ده الطبيعي ان يكون كابتن منتخب مصر. فأتمنى، لأنه ده أزمة بدون لازمة الحقيقة، أزمة معرفش حصلت ليه، ومعرفش ليه الناس بتتكلم فيها، ومعرفش مين اللي فتحها، ولماذا لا يكون محمد صلاح هو كابتن منتخبنا. محمد صلاح بقيمته الكبيرة جدا جدا بيبقى موجود مع المنتخب، وله اسمه وله تاريخه، وهيجي يوم ويبقى هو كابتن منتخب مصر بالأقدمية. لكن تقول لي عشان كذا، لا، مفيش الكلام ده. الأقدمية وجهة نظري أنا طبعا، أنا معرفش وجهة نظر
نجومنا الكبار حتى لما هيجوا ان شاء الله نستقبلهم هنتكلم معاهم في هذا الموضوع. معلش الحلقه النهارده لانها بدايه لفتره صعبه جدا 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 في كره القدم في مصر. يجب ان يسود الاحترام ما بين الجميع. انا الحقيقه بعد ما قريت تصريحات الصحفيه للكابتن خطيب انبسطت جدا. انبسطت